عايز ادي فرصه لصناعه الدواء ولرجال صناعه الدواء للابداع. هم ادرى بنفسهم ان هم ازاي يشوفوا ايه القوانين، بدل مش هعمل تسيب، يشوفوا ايه القوانين اللي بتعوق صناعه الدواء ويقدروا ان هم يتغلبوا على القوانين دي. لما يبقى ليهم هيئه مستقله تتبع لمجلس الوزراء او تتبع لرئاسه الجمهوريه هيقدروا ان هم يطوروا. حصلت مشكله الفتره الاخيره كنا في رقابه برضه فيها مش قادرين نشوف لها حل. حته المستلزمات الطبيه الدعامات اللي لقوها فاسده او الحاجات دي كلها بدل دي بتخضع لرقابه مين؟ السرنجات. السرنجه دي المفروض بتتباع في الصيدليه، طب ما في محلات مستلزمات طبيه بتبيع في قصر العيني بتتباع في كل حاجه. طب نفترض اللي بيبيع ده هو صيدلي ولا هو دكتور عليه رقابه من الصحه ولا حاجه. طب نفترض ده جاب سرنجات مستورده او بدل حناصيها لحسن النيه غير سليمه او فيها اي مشكله. طب ما هي في الاخر هتوصل لي في الصيدليه لان ما فيش رابط معين او سلطه تنفيذيه بتربط ده بتربط الصيدليه. الدواء مشكلته ان هو عايم في كده مكان. طلعت حاجات المستحضرات المكملات.